الانستغرام في الخاص، قالت لي حماتي رأتني اني انا وياها جالسين قدام الملك عبد الله وهو جالس على كرسي ومع حارس شخصي ونشكي له وانا اشتكي له اكثر وهو يسمعني انا اكثر من حماتي، وباين على وجهه انه مركز معي يسمعني ومركز معي وانا اشتكي له من اسناني، كذا تقول، او من سنوني، اشتكي له من سنوني وهو مركز معي ويسمع مني ومتعاطف معي، وخلصت شكواي طلع، قام وطلع هو الحارس الشخصي. قلت بس، قالت بس. قلت اول شيء انت وحماتك، شوف لا تعطيني اي معلومه في الواقع، انا اللي بقول لك يعني انت وحماتك كلكم تدعون الله عز وجل في الثلث الاخر من الليل وتشتكون له من سنينكم التعبانه الماضيه، انتم تعبانين من سنين من مواضيع انتم ادرى بها، ما بينت معي في الرؤيه وشي، لكن شكواك انت اقوى من شكواها وحاجتك اكثر من حاجتها ودعائك اكثر من دعائها، والله عز وجل سمع منكم كلكم خاصه انت واستجاب لكم. قالت انا ادعي ليليا في الثلث الاخر من الليل واشتكي لله عقمي، انا عقيم وابي الظنى، ابي العيال، وفعلا انا ادعي، واما حماتي ما ادري عنها والله، انا ادعي. قلت صار لك سنين يعني تقول سنوني؟ قالت نعم صار لي سنين انا متزوجه الى الحين انا عقيم ما بعد. قلت روي هذه جديده؟ قالت لي، قلت ابشري باجابه الدعاء وابشري بالظنى. كيف؟ قلت اول شيء الملك عبد الله نفس ما شرحتها المره الاولى، بغيتوها بالقران وبغيتوها بالتصحيف كلها ترمز لله، وخاصه انه جالس على كرسي. تمام؟ اللي خلاني اقول انه الثلث الاخر من الليل لفظ واحد بس في الرؤيا، انه بعد ما سمع شكواها قام وطلع. الطلوع في اللغه طبعا هي تقصد طلع يعني خرج، بس لا دقق في لفظ طلع، طلع الطلوع في اللغه ضد النزول، معناه انه كان نازل وسمع شكواها ثم طلع. تمام؟ ومثل ما قلت لكم السنون تشتكي لها من سنون، سنوني كانت تعبانه، مع انه في الواقع سنونها زينه يعني. سنوني تعبانه يعني سنيني الماضيه كلها وانا تعبانه. اللي خلاني اقول انه استجاب لفظة سمع مني. ابحث في القران. الله عز وجل بعدين سبحان الله هما رؤيا هذه ذكرتني بسوره المجادله. قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي. لاحظوا السمع تشتكي الى الله والله يسمع تحاوركم ان الله سميع بصير. فمع العلم ان حماتها في الرؤيا تقول ان هذه اللي تكلمني الحين تقول انها تشتكي للملك عبد الله بس ما ادري وش تقول. بالضبط نفس عائشه لما كانت ترفع الستار تحاول تسمع خوله يوم تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم وهي بينها امتار ما كانت تسمع، لكن نزل قد سمع الله قول التي والله يسمع تحاوركم. الله سمع من فوق سبع سماوات وعائشه بينها امتار تحاول تسمع ما قدرت.